انا ما بتجوز مره ثانيه طالما في نفس بصدري. لك العمى في حدا بيجيب الدب لكرمه؟ ايه نحن بوحده مو مخلصين. فعلا يا فياض، مثل ما قال المثل، مو كل مين اشتهى قال ولا كل مين اتمنى نال. الجواز مره ثانيه بتروح من هيبه الرجال ما في مجال. طبعا، لانه مثل ما قلت يا ابو فياض، الرجال رح يضطر يتساخف من شان يساير نسوانه. لا، وكل وحده منهم بدها تشده لعندها من ادانه. يا حبيبي، وهذا اللي كان ناقصني والله. لك بتعرف انا اذا بسعل سعلي وحده بالبيت، مرتي بتتوضى باللبن. بقى خليني ملك وعندي بيت واحد، احسن ما تنزل مرتبتي وصير وزير ويكون عندي بيتين. طيب بس بدي افهم، شلون ابو جميل عم يوفق بين نسوانه، وبالتالي شلون عم يقدر يشتغل ويفتح دكانه؟ لانه ما بتصور زلمه عنده حرمتين وراح يضل باله مرتاح، مو هيك ابو فياض؟ ولك مين قال لك هالمعتر ابو جميل مرتاح؟ اجا ابو جميل غير الحديث. بس وينك؟ بدي اعمل معه اليوم فنطي حتى حط حد بهورته، لانه المنظوم عم يدهي بعقلي حتى اتجوز مثله ودوق يلي داقه. السلام عليكم. اهلا جميل. ابو جميل، شو شايفك تاخرت على الموعد اليوم؟ شو القصه؟ غلي قلبنا عليه. بيظهر نسوانه قافلين الباب عليه. هلا راح تشتغلوا فينا؟ إيه لسه ما قعدنا. يلا اسمحوا لي انا. وين يا مهوي؟ يعني حضرة الملائكة هربت الشياطين؟ لك له يا ابو جميل، بس في عندي مشوار ضروري لازم اقضيه وارجع. وشو المشوار دخلك بقى؟ واعد واحد بشغله ضروريه كثير كثير وعيب اتاخر عليه. هلا العبوا لكم كم دق طاوله لبين ما ارجع. ايه ماشي. يلا السلام عليكم. مع السلامه. الدين اعطينا طاوله زهر لهون. اي سيدي. مرحبا عمي ابو رامز. ليه مساليه ابو فياض امور؟ بدي صدرك نافه مغشوش صغير. ايه موال عيني منيح هاد؟ اعز الطلب. بس بدي صبي من صبيانك الحلوين يوصل لي اياه. تكرم عينك ابو فياض. تعال يا ولاد. نعم علي. خذ دعمك ابو فياض يا عبيد. بسرعة يلا واطير. يلا بسرعة. يلا. روح دق الباب وفهمها مثل ما فهمتك. يلا نشوف. حاضر سيدي. روح. أنا أختي، افتحي. أمر. في معي صدر كنافة مغشوشة، بعت لك يا جوزك أبو جميل الله يخلي لك إياه. يسلموا دياتك، هاتوا. بس عفوا أختي، هذا بيت مرته القديمة ولا الجديدة؟ لا، هون بيت مرته القديمة. لك لا تواخذيني دخيلك، أعطيني هالصدر اعملي معروف. ليش بقى؟ لأني خربطت. ابو جميل قال لي ودي لي هالصدر لبيت مرتي الجديده. هو هيك قال له؟ طبعا، لكن من عندي. ايه روح تروح روحك، ريتو سم الهاري. ليه شلون معلم؟ ولك عفارم عليك، الحقني لشوف. مين عم يدق؟ افتحي يا خانم افتحي، في معي غرض بدي اعطيك اياه. مو هون بيت ابو جميل؟ بلا هون. افتحي لك، كان تعبت ايدي، افتحي. خير، شو هالغرض بقى؟ صدر كنافة مغشوشة. كتر خيرك يا اخي، يسلموا ايديك. لحظة يا خانم، لحظة، اعملي معروف. خير، شو في كمان؟ بدي اسألك سؤال. تفضل اسأل. هون بيت مرت ابو جميل القديمة ولا جديدة؟ لا، هون بيت الجديدة. لك لا تواخذيني. بشو؟ بالظاهر اني خربطت. ابو جميل اللي ودي صدر الكنافه لبيت مرتي القديمه. هو هيك قال لك؟ طبعا، لك من عندي. ايه روح روح ودي لياه، ريته زهرمان البخاري ان شاء الله. عفارم عليك، هذا الصدر قال لك روح انت لمحلك. حاضر معلم. السلام عليكم. وشلي هالطاولة الزهر من ايدك لالا. وعليكم السلام. شو شو شايفك حامل ومحمى؟ لكان هذا صدر كنافة مغشوشة. عرفت بقى وين كنت وشو المشوار الضروري يا ابو جميل؟ لك ليش هالسئله يا ابو فياض؟ بارك الله فيك، فعلا انك كريم وسخي وصاحب واجب. يا محيو هات سكينة ومعالي وصحون الله يرضى عليك.
لك مين في ورا الباب؟ أنا. افتحي، ليش مدربس الباب؟ أنا أجيت. هذا أنت حبيب قلبي؟ ايه روح، روح تيسر لعند حبيبة القلب والفؤاد تبعك. ولك شو مناسبة هالحديث هلا؟ افتحي، افتحي يا، خلصيني. لكن بعت لها للخانم صينية كنافة يا بعدي. ولك أنو كنافة هاي؟ ولك افتحي هلا بلا فضايح، لا تنسي إني واقف بالطريق. وليش لحتى تضل بالطريق بعدي؟ روح حبيبي روح، روح كل كنافة ببيت الحبيبة أستر لك. إن شاء الله صحة وهنا على قلبك وقلبها. نومي بهالبيت ما في، فهمت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسيطة. خير؟ ليش عم تدق الباب؟ شو بدك بأنصاف الليالي؟ أنا الباب مدقرته. وليش لحتى تدقري؟ وشو بهمك من هالشغلة أنت؟ أنا قصداً مدقرته. بس الدنيا بخير، ما في داعي تدقري. والله وأنا التانية كنت مفكرة الدنيا بخير، بس كنت غلطانة. شو قصدك يعني؟ يعني منيح يلي إلك بيتين، ولا كنت يا حرام رح تضطر تنام بالطريق. ولك جنيتي اعتدال؟ لك خلصيني بقى، افتحي برا تهريج ناشف. بدي فوت آكل واتمدد، فتصان من تعبي. ولي على قامتي؟ جوعان يا روح قلبي. اي بسيطة، روح روح كل كنافة مع يلي ما بتتسمى. ولك أنو كنافة هي؟ ولك افتحي خلصيني، لا تعمليني فرجة للريح وجاية. باعت لها صدر كنافة مغشوشة يا أبو قلب حنين. ولك بلا جدان هلا، افتحي افتحي، عم قلك أحسن ما كسر الباب. ها كسره إذا كنت شاطر، بس أنا من جهتي ما رح أفتح لك. وبهالصورة هالمسكين ضاع بين السفائين، واضطر بقى سيدي يروح ينام ببيت أهله هديك الليلة. وتاني يوم الصبح، تاني يوم بقى سيدي اجتمع مع رفقاته، فصاروا يضحكوا حتى قبل ما يحكي لهم شو القصة. فعرف المقلب وعرف انه أبو فياض هو اللي مدبر له اياه، فسكت بس بنفسه شيء. تعال شوف شلوني معاك. لا تمام، شايف شو ضليع بهاللعبة؟ انا مو ضليع بس انت تشتوش. قوم قوم قوم، خلي اللعبة بجميل. قوم. لا 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 لا، انا ما بقدر، انا عندي مشوار ساعة زمان ما بطول. لا وين هالمشوار؟ في واحد صاحبي بده يسافر، رايح ودعوه. لا طول، بدي اغلطك بالدومينو. ها وصلت سيدي، انت تسلى انت وابو فياض بشيتاء واغلبه مرة تانية على بين ما ارجع. لا تتأخر. يلا سيدي. السلام ورحمة الله. وطلع ابو جميل من القهوة وراح دوز دغري لحارة ابو جميل، ومعه طيان كان متواعد معه. طيان، ولما وصل هو والطيان لجنب باب بيت ابو فياض، طينوا الباب، طينوا بعد ما حط عليه لوح خشب كبير. وبهالصورة ما عاد بين باب البيت، ما عاد بين منوب، وكأنه مو موجود. وبعد ما خلص عملته ضل متخبي بمكان بيشوف منه وما بينشاف. شلوني معاه؟ لك خير وعني يا لك. تأخر أبو جميل، شو قصته؟ لك شو بيعرفني، ابصر شو صاير معه. بس كمان احنا تاخرنا، يا دوب نوصل على بيوتنا. كمان ابو فياض، شو خايف ان ام فياض ما تفتح لك الباب اذا تاخرت؟ قلتك بتعملها. بتعمل ابوها. كانت أوراجي يعني جنب بيتي.
بعرف وين بيتي. الله يثبت علينا العقل والدين. لك انا رح يطير عقلي، لك ما عم لاقي باب بيتي. لك فعلا باب بيتك مطين يا عمى. مين طينه؟ لك الصبح، لك الصبح طلعت ما في شيء. ما بعود. السلام عليكم يا شباب. وعليكم, وعليكم السلام ورحمه الله. خير؟ شوفي باب بيت ام فياض مطين. شو لك مطين؟ وحده بوحده ابو فياض والبادي اظلم. بس من بعد هالحادثة اللعينة اتعهد ابو فياض وابو جميل انه يتركوا هالمسح السخيف، لانه المقالب بتأذي ما إلى فائدة. صحيح بتضحكنا ساعة، بس يمكن تخلينا نندم طول العمر. يعطيك العافية يا ابو حمدي ويسلم هالتم. وهلأ بدنا نحكي حكاية الختام قبل ما نتيسر على بيوتنا وننام. عندكن استعداد تسمعوها ولا نأجلها للخميس الجاي؟ خليها اليوم الواحد كلنا نسمع اليوم. طيب طيب طيب، على عيني وراسي، على عيني وراسي. هذا يا سادة يا كرام، كان في بالشام بسالف العصر والأوان متصرف ظالم اسمه الحاجب الأكبر، وكان روح قلبه البطش، وكانت كل الناس تتجنب شره، وكانت عناصره من العيون والعسس والجواسيس والحراس، كانت منتشرة بكل مكان حتى يلقوا له الأخبار ويجمعوا له ال... يا لطيف، شو هاد يا أبو حمد؟ شو هالبداية هي؟ شو هالحكاية السخيفة هي؟ ما عندها غيرها؟ فكري إنه خليك مساير ومنظوم، اوعك تجيب سيرة الظالم والمظلوم، مفهوم ولا مو مفهوم؟ مفهوم سيدي، مفهوم. يلا شوف احكي، نحن رح نقعد هون ونتسمع، واللي قرايبينا يساووا لنا كاسة نعنع. يا حمدي اعمل له النعنع على الشباب. بأمرك يا بي. تفضلوا 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 تفضلوا. كان يا مكان في قديم الزمان، كان كتكتان نط ونام بالدكان، كان في لما كانت الفيران تروح على المدارس، والأرانب ينجعصوا على الطنافس، والعرتيلات تركب على ظهر الخنافس. كان يا مكان لما كان الزيز يطير بالشمس، والقطاط يلحوسوا الدبس، والمظلوم يتختخ بالحبس، والحالوج يسابق النمس. كان يبقى فيه لما كانت القمحة بالطاحونة، والطاحونة مسكونة، ساكنتها الحجة أمونة، هي وبنتها المجنونة، واحدة عم تكبس مخلل والتانية عم تعصر ليمونة. كان